هذا هون ستريت فورورد الوان بالس ان كنترول ريكتيفاير ستريت فورورد. في عندي 1 دايود راح يكون كونتاكتنج ل 180 درجه لباي من 0 لباي واوف من 0 ل من باي ل 2 باي. الكرنت عندي بمر الكرنت راح يكون بس سكيل فيرجن من في ففي على ار بهذا الشكل. هون ما فيش فيه اي شيء صعب. سهل لها. هلا نيجي بدنا نطور هذا. راح نحول هذه نعملها هون راح احط اندكتيف لود فراح يصير في عندي ال وعندي في ال. بلا سكر هالباب لو سمحت يا هون في ال على تي. هلا شوف الكونفنشن راح نستعمل كونفنشن. هذا الكونفنشن مهم. راح افترض انه في ال بوزيتيف نيجاتيف وفي ار بوزيتيف نيجاتيف وفي اس اللي هون السورس بوزيتيف نيجاتيف. صار هاي السيجنال قبل ما نحط ال ال تيار. طبعا هاي خلص. هلا هذه انتهت. هذه كانت للار. شيك قصدك؟ كانت هاي بس للجزء الاول. هلا الجزء الجديد راح نبني. اوكي اذا هلا اطلع على الكونفنشن. هلا احنا بنتوقع من السورس انه هو يعطيني باور. فانا افترضت انها الكونفنشن حطيته كونفنشن يعني اصطلاح حطيته بلس ماينس وبتوقع من اللود انه يسحب باور. فالكونفنشن حطيته بلس ماينس بلس ماينس. واضحه هاي؟ فاهمين الفكره هاي؟ هلا في بعض الاحيان بنعكس الوضع الكرنت بيعكس اتجاهه او الفولتج بيعكس اتجاهه بس الاصل الديفولت انه هذا لود مش هيك وهذا سورس. وبما انه سورس الكرنت راح يطلع من البوزيتيف تيرمينال وبما انه لود الكرنت راح يدخل في البوزيتيف تيرمينال. هيك الاصطلاح بالنسبه لللود لانه اللود احنا دائما متوقع منه ايش يعمل؟ ياخذ الباور. وبتوقع من السورس ايش يعمل؟ يعطيني باور. هلا بنعكس الوضع في بعض الاحيان. في بعض الاحيان بنعكس الوضع بصير انا ازود باور للسورس او بصير اخذ باور من اللود. لكن هذا الوضع العام انه هذا بوزيتيف نيجاتيف هي باتجاه الكرنت بوزيتيف نيجاتيف باتجاه الكرنت بوزيتيف نيجاتيف بعكس اتجاه الكرنت. اوكي ماشي. اذا هلا راح يجي عندنا هلا المفروض عندي يعمل كوندكشن الدايود. خلينا نحاول بدي احاول ارسمهم المربع. هي 1 2 3 4 5 6 هاي راح اخذ هذه هون باي وبعدين عندي 1 2 3 4 5 6 هاي عندي هون هاي 2 باي. اوكي هذا الاكسس اوميجا تي ولذلك انا سميته باي و 2 باي. الفاريبل هون هو ثيتا هو اوميجا تي فسميتهم سميناهم باي و 2 باي. خليني اخذ هذا الارتفاع 1 2 3 4 وعندي 1 2 3 من هون. حاول نرسم الرسمات بشكل بشكل 1 2 3. اذا هلا عندي الديفولت انه راح يكون هيك بس هلا راح نشوف راح تصير عندي في شيء مختلف بسبب الكرنت. هلا الكرنت راح يبدا من انيشال فاليو مقداره زيرو مزبوط لانه انا بادي من انيشال كونديشنز. فالكرنت عندي نحطه بالاحمر راح يبدا عندي من النقطه هاي مزبوط. هلا ما راح يتغير فجاه لانه في عندي هون اندكتنس فراح يبدا يزيد وبعدين راح الاحظ انه البيك تبعته البيك تبعت الكرنت متاخر عن البيك تبعت الفولتج. ليش؟ لانه اللود هون ايش؟ اندكتيف. هيك بنتوقعه طبعا بس هون ما قدر يتاخر عنه لانه انيشال كونديشنز هون بديت من 0 0. ماشي واضح؟ لازم الكرنت يبدا هون من 0 فبدا من 0 مع 0 فولتج وبدا يزيد معي ولما بدا ينزل من هون هذا ما بدا ينزل غير بعد فتره. في هون زي زاويه الزاوية هاي مرتبطة بس مش شرط انها تكون مساوية بالضبط للود انجل. قديش اللود انجل هون عندي؟ اللود انجل هي تان انفرس اوميجا ال على تي على ار. ماشي واضح لهذا؟ هذا اللود له انجل وهو لاجينج فلانه لاجينج البيك هذا بتاخر عن البيك هذا. هلا ليش راح يبدا الكرنت يعمل؟ راح يبدا يعمل ديكي. هلا خلينا نتذكر مرة ثانية نذكر حالنا بالنسبة للاندكتر. لو انا عندي اندكتر هي شوف الكونفنشن هي بلس وماينس الكونفنشن والكونفنشن انه الكرنت ماشي بهذا الاتجاه بوزيتيف وهذا هون عندي بلس ماينس هو في ال اوف تي از فانكشن اوف تايم مضبوط. العلاقه بين في واي وال واي في ال اوف تي بتساوي ال دي اي ال اوف تي على دي تي مضبوط دي اي اوف تي صفر. اوكي هلا اطلعوا هون اذا اي عم بتزيد قديش بتكون هاي الكوانتيتي؟ اذا اي عم بتزيد قديش دي اي على دي تي؟ بوزيتيف. بوزيتيف في ال طبعا بوزيتيف رح تكون الفولتج بوزيتيف مضبوط. اذا في الفتره اللي بكون فيها اي بزيد رح يكون الفولتج هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي الكونفنشن تبعه لما احنا بنقول بوزيتيف ونيجاتيف شو يعني بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكونفنشن اللي حطيناه مضبوط. اذا لما يكون اي عم بزيد لما يكون اي بوزيتيف عم بزيد إذا دي اي على دي تي مش شرط اي نفسه يكون بوزيتيف. الزيادة في دي اي عم بتزيد لما يكون هذا بزيد في ال بكون ايش في؟ بوزيتيف. إذا وين راح يكون بوزيتيف؟ راح يكون بوزيتيف زي ما هو مرسوم هون. إذا هل هذا عماله باخذ طاقة ولا بيرجع لي طاقة خلال الفترة هاي؟ باخذ طاقة. ماشي الكل فاهم واضح؟ احنا لما بنقول ريزيستر لو انا عندي ريزيستر
لو ريزيستر حطيت في ار اوف تي وحطيت الكونفنشن بلس اه والكرنت كان نازل عندي بهذا الاتجاه اي اوف تي، هون طبعا بيختلف، هون في ار اوف تي شو بيساوي؟ ار اي ار اوف تي مضبوط؟ ما فيش عندي دي اي على دي تي مضبوط؟ فلما يكون الكرنت بوزيتيف شو بكون الفولتج؟ بوزيتيف، شو بكون الريزيستر هذا عماله باخذ طاقه مني مضبوط؟ واضح؟ عم بكون بسحب طاقه ولا برجع لي طاقه؟ بسحب. ليش بسحب طاقه؟ لانه الالكترون او التشارجز اللي عم تدخل من هون الفولتج تبعها الانرجي تبعتها مش عاليه هون وايش صارت هون؟ فالطاقه راحت منها البوزيتيف تشارجز، انا بحكي مش على الالكترونز، البوزيتيف تشارجز، البوزيتيف تشارج لما دخلت من هون مش كان الفولتج تبعها عالي ونزل الفولتج تبعها؟ اذا خسرت طاقه، وين راحت هاي الطاقه في داخل الريزيستر؟ هيت. اذا لما يكون هذا الكونفنشن صحيح اذا هذا عماله بيمتص طاقه مني والريزيستر ما بيقدرش يرجع لي الطاقه، ما عمره راح يكون الكرنت ماشي واضح دائما راح يكون هيك، لكن اذا طلعنا هون دي اي على دي تي لما يكون الكرنت بوزيتيف في الاندكتر عفوا لما يكون الكرنت عم بيزيد قديش بتصير دي اي على دي تي؟ بوزيتيف. لما تكون هاي بوزيتيف في ال شو راح تعطيني الفولتج؟ بوزيتيف. اذا الفتره اللي بيكون فيها اي بيزيد ايش عم بيعمل الاندكتر؟ بسحب طاقه مني ولا برجع لي؟ كنت وين بعمل فيها ايش بعمل في الطاقه هاي بخزنها بخزنها على شكل ايش ماجنتيك انرجي وقديش قيمتها نص هاف ال اي سكوير وتخزنت هاي الطاقه فيه طيب لما الكرنت يبدا ينزل الان يعمل ديكي في الاندكتر ايش بتصير دي اي على دي تي نيجاتيف نيجاتيف في ال شو راح تعطيني نيجاتيف فولتج اذا خلال الفتره هاي لما يكون الكرنت ديكريسينج شو راح يصير الفولتج هون؟ راح ينعكس الكونفنشن فبصير برودوس باور لما ينعكس الكونفنشن شو بصير هذا لاحظ الاي اللي دخل من هون كانت الطاقه تبعته منخفضه وشو شو صار بالفولتج تبعه؟ ارتفع اذا الفولتج شو عم بيرجع لي؟ طاقة من وين عم باخذها؟ من اللي خزنها من اللي خزنها اللي هاف هاف ال اي سكوير دكتور بتكون رياكتيف باور رياكتيف هاي هي الرياكتيف باور فكره الرياكتيف باور في الاندكتر وفي الكاباستر كمان بامكانك تعمل نفس الاناليسيز هذا على الكاباستر انه هو عماله باخذ طاقه وبيخزنها من باخذ مني طاقه وبيخزنها ولما هو عماله باخذ طاقه وبيخزنها عم بزيد اي عم بخزنها كهاف ال اي سكوير زي ماس لو عندك ماس عماله بتخزن كينيتيك انرجي هاف ام في سكوير مش هيك مش نفس الفكره او زنبرك عماله بخزن طاقه هاف كي دي سكوير كي تبع الزنبرك اللي هو ايش اسمه كي ستيفنس ستيفنس تمام اذا في لما هذا الكرنت يكون ديكريسينج هذا راح يتحول لايش كانه صار انه صار سورس اوكي مش احنا قلنا السورس تدخل الكرنت من النيجاتيف وبطلعه زي مضخه كيف مضخه عم ترفع البريشر تبع مي تدخلها المي على بريشر واطي شو بتطلعه من هون المضخه مضخه المي بتطلع بريشر عالي وبترفعه لفوق فايش عم بتحط عم بتحط طاقه في هذا الفلويد مضبوط نفس الشيء عندي هذا السورس الكرنت هاي الكونفنشن تبع الكرنت في هذا السورس كونفنشنال كرنت اي اس اي سورس اوف تي بهذا الاتجاه اذا هذا السورس عاده باي ديفولت عماله باخذ الانرجي اللي هون بيرفع الانرجي تبعت هذا التشارجز هذول اذا نفس الشيء الاندكتر خلال فتره لما يكون اي ديكريسينج هو راح يصير سورس لفولت سورس لباور راح يعطيني يعكس الفولتج تبعه فايش راح يصير بالفولتج هون عاده بالحاله العاديه لما اي انكريسينج ايش راح تكون اشاره الفولتج هون تبعت الاندكتر راح تكون زي ما هي هون مرسومه بوزيتيف ونيجاتيف بس لما الكرنت عماله بيعمل ديكي في الاندكتر شو راح يتحول هذا الاندكتر لسورس وايش راح يصير اشاره الفولتج عبره راح تصير بوزيتيف هون ونيجاتيف هون ماشي واضحه هاي النقطه الكل فاهمها دائما تذكر هذه القانون هذا اللي هو في تي وتذكر الكونفنشن هذا اللي مرسوم هون هاي الكونفنشن بلس وماينس والكرنت هيك هاي معادله مهمه جدا هي توصف لي اداء الاندكتر اذا الاندكتر راح يتحول لسورس للانرجي زي ما الكاباستر راح يتحول لسورس لانرجي في حالات معينه اذا هو لانه رياكتيف باور عماله باخذ الطاقه ما بضيعها شو بعمل فيها بخزن لي اياها وبلحظه معينه لما يعمل الكرنت والكرنت عم بيعمل ديكي اذا هاف ال اي سكوير لازم تنزل اذا لازم ارجع لي هاي الطاقه اذا هو بتحول ل سورس هذا عشان يفسر لي هلا ليش راح تشوفوا انه بضل الدايود كوندكتنج بعد الفتره خلال الفتره هاي ايش عم بيصير الفتره اللي صار الدايود فيها كوندكتنج رغم انه السورس فولتج نيجاتيف مين اللي عم بيعطيني البوزيتيف فولتج اللي بدي اياه الاندكتر هلا بنشوف كيف ونتذكر كمان عندي كي في ال حوالين هاي اللوب ايش هو الكي في ال حوالين هاي اللوب كيف فولتج لو حوالين اللوب الموجود هون عندي في اس اوف تي بالكونفنشن هذا طبعا هو عشان هيك مهم الكونفنشن قبل ما تكتب معادله بدك تكون راسم الكونفنشن شو يعني راسم الكونفنشن يعني بدك تقول انه هذا لما انا اقول في ار بوزيتيف بوزيتيف بالنسبه لايش بالنسبه لبلس وماينس فلما اقول انه في ار قيمته بوزيتيف
باجي بقول اه ما هو البلس هون والماينس هون اذا هو بوزيتيف هون بالنسبه لهون. لو جيت قلت لك في ار صار الان نيجاتيف بتعرف انه هو صار بوزيتيف هون بالنسبه لهون حسب الكونفنشن. ما بينفع تكتب كونفنشن هون زي ما احنا نعمل الداينامكس لما بتعمل انت الديفرنشال ايكويشن في الداينامكس مش بنحط دائما اكس وين اكس بوزيتيف وين فورس بوزيتيف متذكرين اذا اخذتوا موديل لما تاخذوا موديل السيميليشن نفس الشيء عندي هذا هون بوزيتيف اذا في اس اوف تي بده يساوي حسب الكيرشل فولتج لو الفولتج من النقطه هاي للنقطه هاي بده يساوي الفولتج من النقطه هاي للنقطه هاي مزبوط اللي هو في دي ونفس الشيء المفروض كمان اذا بدي اشتغل بشكل صحيح لازم احط هون هاي في دي اوف تي عندي هذا في دايود اوف تي بلس في ار اوف تي بلس في ال اوف تي مزبوط مش هاي معادله صحيحه هلا انا اذا بدي حتى هذا يضل كوندكتنج السيستم اللي هون ايش لازم تكون في اوف دي دي اوف تي حتى يضل هذا كوندكتنج لازم يكون اكبر من او تساوي زيرو مزبوط اذا عيد تعديل هاي المعادله في دي اوف تي شو بتساوي بتساوي في اس اوف تي ماينس هذول الاثنين في دي اوف تي بتساوي في اس اوف تي ماينس في ار اوف تي ماينس في ال اوف تي المفروض في دي اوف تي تكون اكبر من البي فورورد للدايت ماشي انا مفترض انه ايديال دايت بدك تحطها حطها 0.7 صحيح انا هو مفترض ايديال دايت المهم انها تكون بوزيتيف يعني مزبوط اذا انت بدك تحطها تكون هذه 0.7 بده يكون كل هذا اكبر من 0.7 اوكي ماشي حط هاي بين قوسين يعني 0.7 او 0.5 حسب يعني. اذا هذا الجزء لازم كله يصير اكثر من 0 او اكثر من ماينس في ار اوف تي ماينس في ال اوف تي بده يكون اكبر من او تساوي زيرو. هاي معادله مهمه لان هاي راح تحكي لي امتى راح يكون في كوندكشن وامتى راح يبطل في عندي كوندكشن اوكي ولاحظوا الاشاره في عندي نيجاتيف هون وفي عندي نيجاتيف هلا نيجي هون نرجع هون للكرنت الكرنت عند النقطه هاي وصل البيك تبعته هذا الكرنت اللي ماشي هون اللي هو نفسه الكرنت في الاندكتر راح يبدا هلا ينزل هلا لما وصلنا عند النقطة هاي السورس من الفولتج سورس صار زيرو بس الكرنت في الاندكتر مش زيرو فبدي اكمل الديكي تبعه مش هيك؟ فراح يضل ينزل لحد ما يوصل النقطة هاي هلا هون بنسأل السؤال كيف ممكن هذا يضل ماشي حتى هذا الكرنت يضل ماشي بده يضل فيها الدايود اون مزبوط؟ إذا لازم الآن الدايود يضل اون خلال الفترة هاي كلها بنسميها الزاوية بيتا وهاي ممكن نسميها ثيتا لانها مرتبطه بالاندكتيف لود كيف ممكن هذا يضل اون خلال الفتره هاي هلا خلينا نطلع على الفولتج على الاندكتر اطلعوا لي على الفولتج تبع الاندكتر ايش احنا الفولتج تبع الاندكتر بيساوي ال في دي اي على دي تي دي اي على دي تي من الفتره هاي للفتره هاي ايش اشارته بوزيتيف طب ودي اي على دي تي من الفتره هاي للفتره هاي ايش اشارته نيجاتيف اذا في ال اللي هو هذا من هون خلال الفتره من هون لهون ايش راح يكون نيجاتيف مضبوط طيب وفي ار الفولتج عبر الريزستر ايش اشارته راح تكون خلال كل الفتره هاي لانه في ار يساوي ار في اي مش هيك ار بوزيتيف واي بوزيتيف اذا انا في عندي بوزيتيف فولتج هون على ار لاحظوا البوزيتيف فولتج على هون على ار ما بيساعدني في الدايود مش هيك لانه هذا البوزيتيف فولتج راح يجي بوزيتيف نيجاتيف بخرب علي مزبوط والنيجاتيف فولتج اللي على السورس هلا السورس صار نيجاتيف خلال الفتره هاي كمان ما بيساعدني لانه لما هذا يصير نيجاتيف بصير وين البوزيتيف هون بوزيتيف وهون نيجاتيف عفوا بصير هون نيجاتيف وهون بوزيتيف فبنعكس على الدايود فهدول الاثنين بخربوا في الدايود مين راح ينقذ الوضع عشان يخلي الدايود شغال في ال حط له نيجاتيف نعم حط له نيجاتيف فولتج هلا راح يصير نيجاتيف فولتج فخلال الفتره هاي او خلال كل الفتره هاي الفولتج عبر الاندكتر راح يصير نيجاتيف فخلينا نحاول نرسم الفولتج عبر الاندكتر رح نرسمه هون هلا واضح انه الفولتج عند الاندكتر بده يكون زيرو هون ليش زيرو هون الفولتج عند الاندكتر وين عند النقطه هاي الفولتج عبر الاندكتر زيرو احنا بنتبع السلوب تبع اي قديش السلوب تبع اي هون زيرو اذا دي اي على دي تي قديش اذا لازم يمر في النقطه هاي ولازم يمر في النقطه هاي فبكون عندي الفولتج عبر الاندكتر تقديرا هيك مثلا شكله خلال الفتره هاي هلا بعد الفتره هاي ايش راح يصير عندي اي دي اي على دي تي نيجاتيف لما يصير نيجاتيف لانه هذا نازل مش هيك مضروب في ال حسب قديش قيمه ال فراح اعطيني شيء زي هيك هلا لو هذا كمل الاسود من هون وين راح ينزل قديش في ار خليني ارسمه بالاخضر جنب موازي للاحمر
في ار الفولتج على الريزستور ايش شكله راح يكون؟ انفيز بده يكون لا تطلع مزبوط هلا في ار في ار على ايش بيعتمد؟ على كرنت وينه الكرنت هيو مش هذا نفسه الكرنت مزبوط؟ خليني افترض انه هاي ار واحد عشان ابسط الامور قديش راح يكون في ار؟ نفس الرقم تقريبا نفس القيمة اذا كان ار واحد مزبوط؟ اذا عندي النقطة هاي قديش في ار؟ زيرو. اذا نضل مين التنين اللي تساووا تماما عند هذيك اللحظة؟ في اس وفي ال وفي ال صار نيجاتيف. هلا لما صار في ال نيجاتيف اطلعوا على المعادلة هون في ال صار نيجاتيف بس هو مضروب في نيجاتيف شو صارت هاي القيمة؟ هاي القيمة صارت بوزيتيف عند اخر نقطة هذه قديش في ار صارت؟ زيرو وفي اس عند الفترة هاي ايش هو؟ نيجاتيف مضبوط خلال الفترة اللي قبلها مش في ال كانت اكبر كماجنتيود مش كانت اكبر من في ولاحظوا في ال لما تصير هون بوزيتيف وهون نيجاتيف بتساعد الدايود مضبوط اطلعوا اذا هاي صارت بوزيتيف وين راح يروح البوزيتيف كانه وهاي نيجاتيف اذا ايش راح يساهم النيجاتيف في ال شو بيساعد بيساعد بتشغيل الدايود ولذلك ضل الدايود اون هاي فتره الكوندكشن للدايود الدايود ضل اون طول الفتره هاي كيف ضل اون هو في اس نيجاتيف مين اللي ساعدني النيجاتيف فولتج اللي اجى من في ال فصارت عندي الكوندكشن هاي الزاويه بنسميها بيتا كلها من هون لهون بنسميها بيتا هاي اسمها الكوندكشن انجل بيتا وطبعا هون فيش عندي الفا لانه فيش عندي فايرنج فهذه كلها عندي هون صار في فتره كوندكشن ماشي هاي واضحه النقطه من هون الكرنت راح يصير ديسكونتينوس لانه هلا ما راح يصير شيء خلال الفتره هاي مزبوط بما انه هاف ويف لحد ايش ما يرد يصير مره ثانيه فلذلك برد ببدا مره ثانيه من وين ببدا من الزيرو مره ثانيه فبصير عندي نفس الوضع الان من هاي النقطه بنمشي 1 2 3 الكرنت عندي بيبدا يزيد بنفس الطريقة الأحمر من هون ونفس الشيء اللي بنقدره بصير عندي فالكرنت شكل الكرنت شكل الويف فورم هاي اللي موجودة هون رح يصير في عندي discontinuous current discontinuous current اوكي ماشي واضحة كلها هذا بيشرح لي ليش الفترة هاي بيطلع عندي ولذلك الأوتبوت فولتج ايش شكله الآن مش الدايود كوندكتينج خلال الفترة هاي؟ هلا الكرنت ما راح يقدر يمشي بعكس الاتجاه هون، بس الفولتج النيجاتيف هون تبع السورس مش ببين هون ما دام هذا كوندكتينج، إذا ايش راح يبين عندي الأوتبوت فولتج؟ هو كل الأسود هاي القطعة مع القطعة كلها، فلو حطيت الأوسيلوسكوب هون راح أشوف كل القطعة هاي. أنا عارف إنه الكرنت ما راح يقدر يمشي بالعكس خلال الفترة هاي، لأنه الكرنت للساعة ماله بيمشي بهذا الاتجاه، يعني الدايود أون والكرنت ماشي فيه فورورد. الكرنت عمره ما راح يوصل ريفيرس مزبوط بس هو لانه وصل خلال الفتره هاي شو بين عندي هون بينت هاي القطعه فاهمين النقطه هاي نقطه مهمه بالريكتيفايرز الاوتبوت لو انا حطيت اوسيلوسكوب هون راح اشوف هذا مش راح اشوف هذا الفولتج وراح اشوف هذا كمان لانه هذا كسويتش مسكر هو مزبوط ما بيوصل بالعكس كرنت ما راح يمشي لي كرنت بالعكس بس انا بقدر اشوف الفولتج ببين معي الفولتج اللي موجود هون ببين هون نعم شو راح يكون الافكت تبعه على الار ام اس فاليو راح ينزله؟ هلا الار ام اس فاليو راح يتحسن هذا لو كانت هاي لحالها هيك هذه راح تعطيني زياده ار ام اس مضبوط؟ راح تعطيني طاقه اذا بدك تحسب انت الار ام اس بس هو هلا ملوش معنى انك تحسبه لانه هي الكرنت هذا الكرنت اللي موجود هون اوكي فهمت يعني له حساب تقدر تحسبه نعم الكوندكتنج انجل كيف بنقدر نحسبها؟ هلا الحسابات تبعتها هاي بدك تضطر تحسب هذه من هون وحتى تحسب هذه من هون في عندك ناتشرال ريسبونس وفورست ريسبونس انا ما شايف انه ضروري احنا ندخل بتفاصيله هلا موجود وبتقدر تحله وبتقدر تعمل هذا انا اللي بيهمني انك تفهم ليش طلعت هاي القطعه لانه هي كاونتر انتويتيف ايش يعني كاونتر انتويتيف لما نقول بالانجليزي كاونتر انتويتيف يعني معاكس للشيء المنطق المنطق ايش بيقول انه لما يكون الفولتج تبع السورس بوزيتيف بكون الدايود اون لما يكون الفولتج تبع السورس نيجاتيف بكون الدايود هذا وين كان صحيح الريزستيف سيركت في الاندكتيف سيركت صار عندي شيفت ما بين الكرنت والفولتج الكرنت تاخر عن الفولتج فلما الكرنت تاخر عن الفولتج لازم يكون في باث للكرنت يكمل ويعمل ديكي حتى يصير هذا الباث مين زودني بفولتج عشان يضل الدايود اون الاندكتر فكمل هون لحد ما وصل عند النقطه هاي وبعدين عمل سويتشينج اوف ماشي واضح فاهمينها هاي